معنا هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني سيد محمد المدحشي. مرحبا بك سيد محمد. إذا موغريني تتعهد بإنقاذ الاتفاق مع إيران بعد انسحاب واشنطن منه، وفي الوقت نفسه الشركات الأوروبية تنسحب من السوق الإيرانية، كيف يمكن فهم ذلك؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. المفهوم هو يعني النقطة الأولى هي الاتحاد الأوروبي يرى أن إيران تهدد دون أن تنفذ، ويريد أن ينتزع امتيازات من إيران ضمن مفاوضات ما تسمى بالحفاظ على الاتفاق النووي. هاي النقطة الأولى. ورأينا بالتزامن مع هذه المفاوضات الاتحاد الأوروبي شن هجمة دبلوماسية على إيران من خلال طرد دبلوماسيين من هولندا وألمانيا وبلجيكا، وأيضا الفضيحة المتعلقة بالعملية الإرهابية التي فشلت ضد اجتماع منظمة مجاهدي خلق. هذه كلها الاتحاد الأوروبي يريد يستغلها على هذه الطاولة لأخذ انتزاع امتيازات أكثر من إيران. النقطة الثانية هي تتعلق بجوهر الاقتصاد في الغرب. الحكومات بإمكانها أن تعطي وصايا أو مواقف حازمة سياسية من أجل أي موضوع، لكنه الشركات لها حرية أن تختار مصالحها. والغرب المعروف في الاقتصاد أنه يحاول أن يأخذ المصاري اللي بجيب الآخر ويضعها في جيبه، وإذا كانت هذه المصاري في جيبه لا يضعها في جيب الآخر، بمعنى أنه ما هو المنطق الاقتصادي الذي يدفع الشركات الأوروبية أن تذهب لإيران وبالمقابل تدفع غرامة أو غرامة تتعلق بالعقوبات الأمريكية؟ فهذا غير منطقي. ولكن وزير الخارجية الإيراني عفوا قال إن بلاده تنتظر تحقيق مصالحها من الاتفاق النووي من اجتماعات فيينا. أي مصالح ينتظرها الإيرانيون من اجتماع فيينا؟ يعني إيران تتوقع أنه أوروبا تضمن لها تصدير نفطها والتواصل البنكي ونقل العملة الصعبة إلى إيران ومن إيران إلى خارج إيران من أجل تبادلاتها التجارية. هذا أقل شيء ما تطلبه إيران من الاتحاد الأوروبي. ما لا يستطيع الاتحاد أن ينفذه. على سبيل المثال قبل أسبوع وأكثر قليلاً تم الإقرار في القمة الأوروبية على أن البنك الأوروبي الاستثماري يستثمر 10 مليارات دولار في إيران. لكن هذا البنك رفض هذا القرار القمة الأوروبية لأنه من حقه أن يرفض. فالمشكلة هي ليست في الموقف الحاسم سياسياً لدى موغريني أو لدى ميركل أو لدى ماكرون أو غيره. المشكلة تتعلق بالجوهر الاقتصاد. لا يمكن للاقتصاد دون الولايات المتحدة أن يتحرك. بالنسبة للولايات المتحدة إلى أي مدى ترى أن الضغوط الأمريكية المتمثلة في العقوبات الاقتصادية ستؤتي أكلها في صراع الأمريكي الإيراني؟ يعني اليوم نشرت مقالا صحيفة بوليتيكو الأمريكية تتحدث عن مساعي السفير الأمريكي في ألمانيا لإنشاء حملة لترغيب الشركات الأوروبية بعدم الذهاب إلى إيران. يعني الولايات المتحدة محاولاتها لا تقتصر على المحاولات الاقتصادية، بل الرئيس الأمريكي كلف البعثات الدبلوماسية الأمريكية بأن تبادر على هكذا حملات في إقناع القطاع الخاص والشركات الكبرى والبنوك بأن لا تذهب إلى إيران. هذا اللي يحصل الآن على الأرض الواقع. ولا يمكن للحكومات الأوروبية أن تتغلب على هذه المشاعر بسبب الترابط العضوي ما بين الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي. وحتى الصين، يعني نحن نلاحظ الصين أيضا لم تجازف بمصالحها من أجل إيران. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من لندن متخصص بالشأن الإيراني سيد محمد المدحشي.